السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد لربح عملة البيتكوين. طبعا الموقع بيدفع على مجموعة كبيرة من المحافظ، بيدفع على الفوسيت باي، على الاكسبرس كريبتو، على بنك الباير، على البيبال. اخي الكريم بيدفع على البيبال، بيدفع على الاير تيم يعني هو بنك روسي، بيدفع على محافظ البيتكوين النظاميه مثل بلوكشين، مثل كويونومي وغيرها. طبعا حدود السحب بتختلف من محفظه لاخرى، فمثلا على الفوسيت باي والاكسبرس كريبتو بيدفع بحد ادنى هو 50 ساتوشي فقط لا غير. طبعا على الفوسيت باي بتدفع بعنوان محفظتك البيتكوين الخاص بالفوسيت باي، على الاكسبرس كريبتو بيدفع باليونيك اي دي، على بنك الباير بيدفع لك اقل شيء لازم يكون مجمع بالموقع 1000 ساتوشي، بيحول لك اياهم لروبل او دولار، بتوقع راح يدفعهم بالدولار، بيطلعوا لنا حوالي 12 سنت. طبعا بالباير بتدفع بالاكونت ان او، يعني انتبه اخي الكريم ما بتحط رابط محفظتك البيتكوين الموجود على الباير، بتحط الاكونت ان او يعني هو البي اللي وراه 8 او 9 ارقام، تمام اخي الكريم مشان يكون عندك هاي الفكره. طبعا على الباي بال والاير تيم بيدفع بالايميل، كمان بيدفع على المحافظ النظاميه، محافظ البيتكوين النظامي مثل كويونومي، مثل بلوكشين، مثل هالقصص هاي، او منصات تداول حتى كمان بيدفع عليها. طبعا بصير حد الادنى هو 10000 ساتوشي او حوالي دولار وربع دولار ونص حسب سعر البيتكوين بهاي الايام، مشان يكون عندك هاي الفكره اخي الكريم. طبعا انا رح نفذ السحب على معي الرصيد قليل، رح نفذ السحب على الفوسيت باي. هلا بنحكي كمان بالتفاصيل. اول شيء تسجيل الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره. مثل ما عايزين اصدقائي بقول لك 50 ساتوشي مثل ما قلنا على الفوسيت باي وعلى الاكسبرس كريبتو. بعدين تروح على كلمه ريجستر مشان تسجل الموقع، بتضغط عليها هيك وبتعبي هاي البيانات، تحط هون ايميل، لازم يكون ايميل حقيقي اخي الكريم لحتى تسحب من الموقع، لازم تتاكد ايميلك. طبعا هو راح يرسل لك رساله على بريدك الالكتروني بعد ما تخلص تسجيل، راح يبعث لك رساله على بريدك الالكتروني، بتضغط على اللينك الموجود فيها، بيدفع على حسابك وبصير جاهز لربح الموقع. ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او سبام، ممكن تلاقيها بسبام، لكن انا وصلتني على البريد النظامي. بعدين بتحط هون الباسورد، بتعيد الباسورد، بتحل الكباتشا. طبعا انا بكرهها لهي الفي 3، ممكن تنقي الفي 2 وتحل الكباتشا بشكل طبيعي، لانه الفي 3 احيانا بتعمل لنا شويه مشاكل. تمام اخي الكريم، يعني بتحل الكباتشا وبعدين بتروح على كلمه جيت ستارتد، بيكون صار عندك حساب وجاهز لربح الموقع مثل ما قلنا، لازم تفعل ايميلك. طيب اصدقائي، واجهه الموقع من الداخل على الشكل التالي. انا شرحت مواقع مشابهه، لكن هذا الموقع جدا مميز مثل ما قلنا. عندك اول شيء هون رصيدك، طبعا بعد ما تجمعه عندك هون رابط الاحالي، الموقع جديد كثير مهم رابط الاحالي، تدعي الاصدقاء. طبعا تاخذ رابط الاحالي هيك بهالحركه اخي الكريم، تاخذه كوبي يعني وتزور اصدقائك، بيستفادوا هني وانت كمان بتستفاد. وكمان هي بتكون الطريقه يعني ثانويه لربح من الموقع، لكن الموقع جديد رح تقدر تدعي اليه كميه كبيره من الاصدقاء. طبعا انا بحب اشتغل بهذا الموقع على كلمه مانوال فوسيت، بضغط عليها هيك. طبعا راح يعطيني الموقع 5 ساتوشي بيتكوين كل 10 دقائق. طبعا الجميل بالموقع ما في نوافذ منبثقه بايخه، راح يعطيك كل 10 دقائق 5 كوين او 5 ساتوشي بيتكوين، هذا كثير جيد. كل ما عليك انك تحل هاي الكباتشا مثلا 3 4 وهي 7، طبعا من اليسار لليمين بتروح كلمه كولكت يور ريورد، راح يضيف لك يا هون اخي الكريم، شايفين اصدقائي حيضيف لي 5 ساتوشي. فيني بعد 10 دقائق ارجع للمانوال فوسيت وطالب فيها. طبعا انا فيني احطها بزاويه المتصفح، اشتغل على موقع ربحيه ثاني وارجع على هذا الموقع اخذ هاي الكميه من البيتكوين. طبعا ما انا هي الطريقه الوحيده للربح من الموقع. في عندك الاوتو فوسيت، طبعا الاوتو فوسيت بتجمعهم خلال عملك على الشورت لينك والبي تي سي اد. طبعا الشورت لينك هي الطريقه الاساسيه الثانيه للربح من الموقع، او الروابط المختصره، في مجموعه لا باس فيها من الروابط المختصره مثل هذا الاف سي دوت ال سي، الاي اكس اي دوت اي او، طبعا موجود كثير من هاي النوعيه. طبعا راح اتجاوز واحد انا اي اكس اي دوت اي او، جدا سهل، بتروح على كلمه جوجل بتضغط عليها هيك، بيبلش يحمل الرابط المختصر، بعدها بضغط على كلمة continue. هون طبعا ممكن يطلع لي كباتشا، الكباتشا نحلها بشكل تلقائي بيكون احسن. بعدها عدادة رقمية، شايفين اصدقائي، بروح على كلمة get link، بضغط عليها ضغطة وحدة بس. طبعا اذا راح على نافذة منبثقة ما في اي مشكلة، رجعني للموقع، اعطاني 8 كوين او 8 ساتوشي بيتكوين، وراح يعطيني معه كمان اخي الكريم 5 انرجي مثل ما قلنا بنستخدمهم بالاوتو فوسيت. طيب فيني اسكر هاي القديمه وتابع بقيه الروابط المختصره، جدا سهلين هاي flc.lc، جدا سهل الات شورت، جدا سهل، شوف اللي بتلاقيهم مناسبين اخي الكريم يوصلوك لحد السحب بسرعه، استخدمهم. انا بحب الشورت لينك، ما انا سيء ابدا. طبعا بنقي منهم السهلين، بحب المانوال فوسيت. كمان في عندنا مشاهده الاعلانات، ممكن تكون متوسطه على هذا النوع من المواقع، مثلا هذه 6 ساتوشي كل 7 ثواني ما انا سيء. طبعا ممكن تلاقي 10 او 15 اعلان يوميا، لكن مختلف في كل وحده عن الثانيه. بضغط على كلمه جو راح يفتح لي الاعلان معه عداد رقمي كل 10 ثواني اخي الكريم. طبعا هي كباتشا بنحلها كمان، ترافيك لايت،
crosswalks وهي verify. طبعا اروح على كلمة verify رح يضف لي هاي الكمية وفتح لي الاعلام تاعي جاي شايف من اصدقائي ضف لي الستي ساتوشي من عملة البيتكوين. طيب هلا كيف انا بدي انفذ عملية السحب؟ روح على كلمة داشبورد، بنزل لتحت شوي شايفين اصدقائي معي 108 ساتوشي من عملة البيتكوين، بنتقل على الفوسيت باي، بروح على كلمة ديبوزايت، بجيب رابط محفظتي البيتكوين، شايفين اصدقائي بحفظ بدايتها ونهايتها مشان اذا في اي فيروس اي شيء على الجهاز. بلاحظ هون الكميات مثلا متوفر على الفوسيت باي كمية جيدة، متوفر على الاكسبريس كريبتو كمية جيدة، يعني اذا ما بتلاقي على الفوسيت باي اسحاب بيكون على الاكسبريس كريبتو، ما في اي مشكلة، هذا بيكون السحب السريع. بنزل لتحت شوي بضيف رابط محفظتي، عفوا ما اخذناه كوبي، اخطأنا عفوا اخواني، بنحطها بهي الخانة، ايام الواحد بيكون شوي مستعجل، بحط رابط المحفظة عفوا بهي الخانة، راح يقول لي الموقع راح يحمل لك واحد ساتوشي على الفوسيت باي، بختارها بترك الخيار نفسه. طبعا اذا بدي اغير بنقي الخيارات الثانية، العملية سهلة ما صعبة ابدا. بنزل لتحت شوي بروح على كلمة ويزدرو، بدي ارجع احمل الصفحة حملت من جديد، بروح على كلمة ويزدرو بضغط عليها هيك. طبعا الموقع كاتب لي 108 ساتوشي has been sent to your account، يعني كان الدفع بشكل فوري. انا بنتقل على الفوسيت باي، ابحث صفحة الدفعات، وبلاحظ هاي اخر سحب هلا، يعني كان فوري 108 ساتوشي من عملة البيتكوين، الموقع اسمه كوين اكس. طبعا نورمال بيمنت يوم 23 اكتوبر 2020، ان شاء الله بكره صباحا بنرفع الفيديو على القناه. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه تشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.